الزاوية. طيب والبنين؟ البنين كل هذه الأبنية ما عجبتكم؟ لا عجبتنا. كيف؟ بنان بلا قادرين على أن نسوي بنانة، يعني الإنسان بفنام نسوي نبدي من أول وجديد. بنانة، بنانة مفرد، بنان جمع، بنون جمع الجمع، بنون جمع الجمع. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الأبناء؟ لا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طيب بس الآيات يا دكتور، ولا أبنائهن ولا أبناء إخوانهن. سياق الآية قلت لك، عندما يخاطب المتكلم السامع لا يقصد ما فهمه معاني الكلمات المفردة، وإنما يقصد السياق. من أزواجكم بنينة وحفدة، يعني يعني أبناء، يعني أبناء. طيب هلأ هون لا، أنا عم جيب لك الفعل. نعم هلأ مو هيك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني شو البنون هون؟ البنات تنفع يعني؟ لا، يعني عم يقول له لفرعون الأهرام ما بينفعك والقناطير المقنطرة. لا البنون، عارف شو البنون؟ نعم نعم. قديش في أبنية وقديش في فيلات جديدة وفيلات وبنون. صناعة البنون قائمة عليها الحياة ولا لا؟ يعني قديش حياة قائمة على صناعة البنون، البناء؟ نعم. والطرق وكذا عد بقى. طبعا. كم مادت له فيها؟ كثير. والنساء كم مادت له فيه؟ اللي هو النسيء كثير. إيه؟ جدا. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الذهب والفضة؟ هي كثير عم غشوا الناس فيها. ليش؟ وش السائد في تعريف القناطير المقنطرة؟ الذهب والفضة خاتمة، خامات في الطبيعة، في خامات الذهب وخامات الفضة. الناس ما بيشتيها. صح. هي بالطبيعة. يعني أنت الذهب في باطن الأرض ولا هذا ما بتشتيه. لا حد يعني ما تستخدمه ولا يستخدم. لا يطلع. نعم. هلا نبدا من طوكيو. نبدا من طوكيو مرورا بقى بدلهي وكذا. نعم. وبمكه والمدينه ولوس انجلوس ولندن. نعم. وكذا. نعم. بتروح على سوق، في سوق مجوهرات وساغه بكل بلد. طبعا هناك تجد القناطير المقنطره من الذهب والفضه. يعني اني ايش المقنطرة؟ يعني بيفرجيك عشان تعرف ربك. ربك لا يحب لك قد ربك قد الصادق. نعم. هذا الخاتم. نعم. مقنطر. مقنطر يعني من الاناطر الخيرية. شو يعني اناطر؟ كيرف يعني. يعني كيرف. بتروح كل قطع الساغة ببلاد العالم كلها كيرف. اسوارة، حلق خواتم هوايش. شو بدك؟ كله مقنطر. كله مقنطر ولا يلبس اذا لم يقنطر. ما يستخدم يعني ساعة. حتى تعرف المقنطر يعني مو يعني بالصاغة، بشوف بسوق بكل بلاد العالم بشوف قناطير مقنطرة. ما معنى قناطير؟ كثير يعني شوف سوق الساغة كلها. يعني شو معناته؟ معناته الإنسان لا يشتهي الذهب والفضة إلا عندما يتوضع فيه المعرفة ويد الإنسان.